وأيضا من بداية الحلقة معنا قاسم اسطنبولي، مؤسس ومدير مهرجان سور السينمائي الدولي. أهلا وسهلا قاسم. نورة بوجودكم. نورنا قاسم، مشتقنا لك، ما صار لك فترة طويلة طال معنا. كنا عم نحكي كمان عن إحدى المهرجانات اللبنانية، ولكن اليوم حنتفصل بمهرجان سور السينمائي. خلينا نحكي عن هذا المهرجان، شو بيضم لهذا العام وشو الهدف منه؟ بالنسبة لمهرجان سور بال 2014 كان عم يتأسس لأول مرة مهرجان سينمائي يعني، وكان هالمهرجان عم يتخصص بالأفلام القصيرة. اليوم هذا المهرجان بدورته السابعة، كان عم يشهد مشاركة 58 فيلم من 19 بلد، وهالأفلام يعني نحن كان هدف المهرجان تحت عنوان السينما في وجه القمع، فهذا كان شعار المهرجان، وكان عم وجه تحية للمخرج السينمائي الراحل جان شمعون، بالإضافة لتكريمه للممثل شوقي متى، وبالإضافة كمان لوجود مخرجين كانوا عم يجوا لأول مرة على مدينة سور. فبالنسبة لنا يعني استمرت هذا المهرجان رغم كل الظروف، وأنه يحمل اليوم هذا الشعار بظل كل الظرف اللي عم بيصير بالبلد. كان السينما اليوم هي وسيلة من وسائل المقاومة الثقافية والثورة الفكرية، ويكون هذا الشعار هي مادياً الوحيدة كمان هلأ قدر الشعب شوي يروح يرفع عن حاله يعني من خلال السينما. هو مجاني فمنا في مشكلة، مثل كل النشاط اللي عم يشهد المسرح الوطني اللبناني بمدينة سور. فكان هالمخرجين عم يجوا كمان من تونس ومن تركيا ومن الجزائر، عم نستضيفهم كنا مثل العادة ببيوتنا، وعم يجوا بيعرضوا أفلامهم وبناقشوا هالأفلام مع أهالي الجنوب. وبالنسبة لنا يعني كمان وجود 11 فيلم لبناني، هذا بيدل قديش المهرجان هدفه يدعم الشباب والطلاب الجامعات من مختلف الجامعات في لبنان، كانوا عم يجوا على سور كمان بيجيبوا أهليهم معهم، عم يجوا كانوا من جبال ومن طرابلس ومن بيروت يعرضوا أفلامهم. كان لها مهمة بالنسبة لنا، هذا هو بمثل السياحة الثقافية، وكمان مكان للشباب انه يعرضوا فيلمهم يعني بامكانيات المكان بدون ما يروح على سينما يعني يدفع تكلفه ليقدر يعرض فيلمه، كان عم يعرض فيلمه لاهله وللناس بالمجان. قاسم، 58 فيلم من 19 دوله، ما بتحس مقارنه الافلام العربيه بالافلام الاجنبيه شوي منا فير؟ يعني عندهم هن الانتاج اكثر، يمكن عندهم وقت اكبر، ما بعرف، وماديات احسن، ما بتحس المقارنه شوي منا عادله؟ هلا بالنسبه لمهرجان الفيلم القصير يعني هذه المقارنه فينا نقولها بالافلام الطويله نوعا ما، لانه الفيلم الطويل بده تكلفه اكبر وبده سوق لانك تسوقه. هلا الفيلم القصير بالعاده هو بيعتمد على المهرجانات. بالنسبه لنا كان هدف انه يكون في افلام عربيه مشاركه، كان عندنا كمان من مصر 9 افلام، كان عندنا من العراق 7 افلام، ويمكن لانه شعار المهرجان السينما في وجه القمع، فهذه الافلام من دول شهدت حراك وثورات عربيه. صحيح. وبعض الافلام يعني اليوم بلبنان والعراق عم يشهدوا نفس الظروف، اذا فينا نقول في مظاهرات شعبيه بالشوارع، في ناس عم بتطالب بتغييرات بالظروف الاجتماعيه والسياسيه. فالافلام كنا في بعض المخرجين كانوا عم يحكونا من قلب المظاهرات، يعني مخرجين هن صانعين افلام وثائقيه او افلام دراميه عم تتناول هيدي القضيه، بالاضافه لافلام كانت عم تجي كمان من جنوب امريكا، افلام من اوروبا، كان عندنا مشاركه لافلام ايطاليه، افلام من الهند. ما ننسى قديش السينما الهنديه قديش عندها يعني مهمه. صحيح. طيب اليوم قاسم، ذكرت انت انه نوعيه الافلام عم بتكون اوقات من وحي يعني عنوان هالمهرجان ككل، بس هل في افلام مثلا رومانسيه، افلام روائيه، افلام صور متحركه، كرتون لنقول للاطفال، او بس هيك افلام فقط لغير عم تحكي عن قضايا معينه انسانيه؟ هلا هو شعار المهرجان حول هيدي القضيه، بس كان في افلام انيميشن وافلام دوكيومنتري وفيكشن، افلام لها علاقه بقضايا اجتماعيه، بقضايا توثيقيه، يعني عم نشوف رحله، كان في فيلم مصور مثلا بالبرازيل عم بيوثق حدا مشوار رحلته. كان المهرجان منوع لانه بالاخر كمان نحن عرضنا هالافلام لكمان طلاب المدارس، فتحنا يوم الاحد، بيوم الافتتاح كان معنا كمان المخرجه السينمائيه مي المصري، وكان بالنسبه لها كانت هذا التكريم بيعني لزوجها المخرج السينمائي جان شمعون. قديش كان هالجمال، كان كمان موجود معنا نقابه السينمائيين في لبنان، والممثل شوقي متى اللي هو كمان من مؤسسين السينما في لبنان، كان ينتج على حسابه افلام بالسبعينات والثمانينات، انه اليوم يرجعوا الناس تعرف افلامهم وتتذكرهم، كمان هيدي مهم للسينما اللبنانيه، لناس صحيح عملوا بصمه ومنهم جان شمعون وغيره من السينمائيين والمخرجين. اكيد كان في لجنه تحكيم قديره، مين هن اعضاء لجنه التحكيم؟ كان اللجنه
حاولنا هالسنه تكون كمان مخرجين وسينمائيين من الجنوب من مدينه سور. كان معنا السينمائي اسماعيل شرف الدين اللي هو كاتب وكمان مسؤول عن المكتب الموجود بمدينه سور، وكان معنا من الجزائر كان عندنا المخرج نسينا اسمها هلا ورده زرقين، مع انه اسم ورده بس طلعت فيك تذكرت يعني الورده دغري ورده زرقين، وكان معنا المخرج والشاعر جورج غنيمي كمان من هيدي اللجنه كانت مؤلفه، وهن كانوا عم يشتغلوا كمان مع المخرج العراقي محمد العامري على لجنه اختيار الافلام. يعني ناس مختصين بهذا الدومين، واعطيه خبزك للخباز لو اكل نصه، لانه بالفعل هاللجنه التحكيم اكيد حيكون عندها عين المراقبه وعين يعني مراقبه هالافلام كلها سوا. قاسم، لمين موجه هذا المهرجان؟ لاي اعمار؟ ومين بيقدر يتوجه ويحضر هذا المهرجان؟ هلا بالنسبه للمهرجان لكل الناس، وبعض الافلام كانت بالوقت يعني الصبح كنا عم نعرض يوم الاحد كمان للمدارس، بعض الافلام اللي موجهه كمان افلام تعليميه او يعني هذا المهرجان بيركز على السينما الثقافيه، السينما الفنيه، منا عم نحكي عن السينما التجاريه، هدفه يدعم الشباب، هدفه انه يكون في نقل التجارب يعني بين هالشباب، بين مخرجين جايين من برا اللي اجوا كمان من تونس، من تركيا، كان في فيلم ليافوس مخرج التركي عن سينما ريفولي، كان اجى وقت ما كنا عم نرمم السينما صور ورجع صور بعد ما صارت هالسينما مفتوحه للناس، فكان عم بوثق هذه التجربه اللي كانت عم تقوم فيها المتطوعين الشباب والصبايا بجمعيه طيور الفنون اللي اسسوا لاول مسرح وسينما مجانيه في لبنان، ومن هون لعشر سنين يعني كمان هذه السينما المفتوحة لكل فنان بيقدر انه يقدم اعماله بدون ما يحس انه فعلا عم يتكلف تكاليف معينة. رح نروح نشوف حفل افتتاح ونرجع نكفي حديثنا معك. صورة سينمائي الدولي للأفلام القصيرة. جان شامون، شوقي متى. شرفتني أن أكون عضو لجنة التحكيم وأعلن عن افتتاح الدورة. We are proud to follow also fantastic development of Thai Association because we see a lot of festivals, not only film festivals. Theater festival, music festival, and it's really impressive. Thai really becomes a like capital of South Lebanese arts. It's a great pleasure. افتتاح كان عن جد افتتاح حلو، افتتاح حبيت فيه انه في روح العيلة اللي موجودة، هيدا أحلى شيء بالفستيفال. كان عظيم جدا. جان شامون وجه ثوري بالسينما، وجه السينما اللبنانية الحديثة،
إذا بس تحكي بجان شمون أنت عم تحكي ب بأصالي. أنا بتشرف باسم جازي باسم جان باسم بنات عمرو، أنا مشكور كثير والله يقويكم على المجهود الرائع لأول مرة وهيك صعقت عن جد هالقد جميل هالقد هيك بحس بيخلي الواحد هيك بيعطيه تفاؤل كثير. تكريم جان كثير مؤثر بالنسبة لي، وكان بالنسبة لي إنه يتكرم جان شغلة عن جد بحسها كثير من القلب. أنا شخصياً إلي ذكريات بالسينما هون لأنه كل أفلامي انعرضت هون، بس أنا حابب أحكي عن قاسم المبادرة الفردية أنا بعتبرها مقاومة، وأنا كبران فيكم وبهالاندفاع وبهالشباب اللي عندكم الله يقويكم يا رب. والسينما أنا عجبتني كثير، وشفت أنا وثائقي كيف كانوا عم تشتغلوا وكيف عم تشي، يعني هيدي شغلة ما حدا بيعملها إلا اللي عنده شغف، شغف للسينما، عنده شغف مش حب، شغف شغف. كتاب الحب لعبة النساء. أنا بتشكر كتير 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 كل التيم الموجود هون، لأنه أنا بس فتت من الباب حسيت فاتي عبيتي، وهيدي الروح اللي بالتيم اللي بيهتموا فيك بس تفوت مقدرينك، مقدرين هن شغلهم، مقدرين السينما، فهيدا شيء كتير حلو. أنا بتشكرهم على هالافتتاح اللي كتير كتير حلو واللي بيعني لي وبيعني لي إنه بصور بالذات. كثير مبسوطة يعني بجهد مبارك، جهد قاسم اسطنبولي والقيمين على هالمسرح، ويعني عن جد مفاجأة لإلي إنه أوف بهالمحل بعيد، لأن إحنا من بيروت جايين محل بعيد في مسرح ومجاني يعني، وكثير صعب اليوم بهالأيام إنه يكون شيء مجاني خصوصي بعالم المادة يلي يعني كل حدا بيسعى إنه يربح. وككاتب أدعو وزيرة الثقافة اليوم من صور حاضرة الثقافة والأمجدية كي تمد اليد إلى أهل الفن السابع. أول شيء أنا حبيت كتير المهرجان وحبيت كتير المسرح، يعني بقلبه كتير أشياء عن جد لازم كل العالم تيجي تشوفها، وغير هيك إنه الأفلام المعروضة أفلام كتير حلوة ومميزة. I think the festival has a huge potential. I was really impressed with the diversity of the films that are running in this year's edition. And I look forward to coming back, but I also look forward to hopefully finding ways to work with the Tiro Association and perhaps hopefully bring the European Film Festival here in Cinema Rivoli and the National Theatre of Lebanon. إذا شفنا بعض المقتطفات عن مهرجان سور السينمائي، هيك عندي شوية تساؤلات قاسم، أي من الأفلام حازت على الجوائز؟ وهل كان في جوائز مادية يعني لهالأفلام اللي قدموا على هذا المهرجان؟ مين كان عم بيمول؟ جوائز مشاركتهم بالنسبة لنا هي أي حدا بشكل المهرجان هو جائزة، يعني جائزة إنه فعلاً يعرض فيلمه، جائزة للجمهور إنه الناس تحضر هذا الفيلم وتشوف هذه الرؤية الإخراجية وهالمخرج فعلاً يحس بالجمالية العرض. هلا بالنسبة للجوائز هي جوائز معنوية تحفيزية لهالمخرج إنه هالناس قيموا فيلمك بناء على قيم معينة، يعني العلاقة بالتصوير أو بالأداء التمثيلي أو بالرؤية الإخراجية. فبالنسبة للأفلام يعني كان مشاركة الفيلم الأوكراني مثلاً اللي كان مشارك بتعاون مع السفارة، كان الفيلم معمول بتقنيات عالية ففاز بجائزة أفضل ممثل. باي ذا واي السينما الأوكرانية من أجمل السينمايات اللي عم بتكون بالعالم، حتى بمهرجان كان أوقات بتفوز بكتير جوائز، يعني صحيح. نظراً لتقنياتهم العالية بالتصوير المخرجين عندهم كتير شاطرين، يعني ما نستهون فيها للسينما. صار عندنا بلبنان كمان مهرجان للسينما الأوكرانية كمان بينعرض بعدة مناطق بلبنان ومنهم مدينة صور. إضافة كمان للأفلام اللي كان في الأفلام العراقية، كان في فيلم وثائقي كمان فاز بأفضل فيلم
الوثائقي. أغلبية الجوائز نوعا ما كانت مناصفة يعني بأكثر من فيلم. أفلام اللبنانية كان في فيلم كمان للمخرج نور مجبر كمان فاز بجائزة أفضل فيلم لبناني. فهذا هدف المهرجان أنه هالأفلام اللبنانية تتنافس بين بعضها لتعطي حافز لهذا المخرج. كمان أفلام اللي كانت مشاركة من سوريا وكان في مخرجين عم يجوا كمان بيشاركوا أفلامهم معنا بصور. ففيلم الإيطالي كان عم يفوز كمان بأفضل فيلم أنيميشن. هذا مع كورونا أو بلا كورونا؟ بلا كورونا. بلا كورونا. فبدنا نشوف كيف بدنا نكمل يعني هلأ بهذا ظل الظرف اللي صاير للنشاطات اللي جاية. بس بدل يعني بدنا ما قلنا حل إلا نواجه هذا المرض شو نقول بالسينما. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. يعني المهرجان الأفلام عديدة مثل ما قلت وذكرت، وحتى في جوائز للتمثيل، صحيح هذا الشيء؟ صح. جائزة أفضل ممثل وممثلة، كان في جائزة أفضل تصوير وأفضل فيلم متكامل، وجائزة هودي هني بعتقد أفضل فيلم أنيميشن، أفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم فيكشن. كيف كان استقبال أهالي السور للمخرجين للممثلين؟ عم تقولوا نيمتوهم ببيوتكم بهذه الظروف الصعبة، احكينا شوي. في بقى هالسنة شكرنا الناس اللي استضافوا للمخرجين. بالعادة كنا نضيمهم عند أهالي مثلا المتطوعين بالجمعية. فاليوم مثلا الضيوف مثلا المخرج التونسي نام عند صديقنا المخرج العراقي ببيته. الجزائرية وردة نامت عند حدا من سور استضافها سيدي صدفتها بتحب الجزائر، قالت لها إلا ما تنامي عندي بالبيت. فكان في هذه الجمالية، الأتراك ناموا عند أمي. شو حلو عملت بيض مسلوق الصبح. يعني ثقافي صار على السينمائي، على حدث كمان عم بيجمع العالم بين بعضها. صحيح أحسن. يعني حتى أمي عم تعلم إنجليزي هلأ. هذيك المرة نام عندنا مخرج هندي، فقالت له أمي 2 eggs 1 banana. ما بيأكل فيجيتيريان. فعنا هذا الجو اللي نحنا ما بدك هالقد كمية من يعني من الجهد، إلا بدك حب، بدك شغف، بدك إيمان. فلا بتشوف الشباب والصبايا. خلينا ننوه ونقول انه مدينه سور هي من المدن الثقافيه بلبنان ومن المدن السياحيه رقم واحد يعني، ومن المدن اللي على البحر اللي بتجنن وبتاخذ العقل، وفيها نوع من التناغم الديني اللي موجود بين بسور يعني بين المسيحيه والاسلام. ما في فرق، بتحس عن جد بس تروح على سور كانك انت عايش باوروبا يعني، ولا كانك انك موجود بهالعقليه. اوقات للاسف بنتمتع فيها كلبنانيين. وهي اهميه وجود السينما اليوم بين هالحارات لتوحد الناس. يعني بالاخر الفن هو الفن والرياضه هن الشيء اللي بيجمعنا، ونحن عم نعمل الشيء اللي بنحبه بالمكان اللي بنحبه، والاهم انه نحن احرار. صحيح. انه نقدم اللي بنحبه لكل الناس وبالمقدره اللي عندكم اياها. تعملوا فلافل يعطيكم العافيه. يا رب شيل فلافل. أسم اسطنبولي، مؤسس ومدير مهرجان سور السينمائي، شكرا لك وبالتوفيق للمهرجانات الجايه ان شاء الله نتحدث عنها بالايام القادمه. ان شاء الله نفرينكم بسور. اكيد شرفنا أسم، واكيد بعد الفاصل الاعلاني رح نكفي بمواضيع المسرح والسينما مع دور السابة، وهي منتجه ومخرجه، وايزاك فهد هو ارت دايركتور، ليحكوا عن موضوع مهرجان بيروت الدولي للسينما المرأة لعام 2020.